ringraziare l'Istituto Nalino, un'eccellenza italiana di cui siamo molto fieri. Ecco, benvenuti a Zura. Now just to start, since Rossella is the moderator of this evening, so I will let her maybe give the floor over the guest of honor, and I will be maybe keep for myself the last question in order to explain and to give you an order of view of what will be the strategy of the Egyptian Academy in Rome for the 2013-2014. Okay, so we'll tell you more. È una serata appunto che grazie alla direttrice che l'ha fortemente voluto ci aiuterà a capire da testimoni diretti che cosa sta succedendo in questi giorni in Egitto e quali sono le speranze e le prospettive e se la cultura è appunto può essere questo grimaldello per cercare di arginare questi venti contrari che in questo momento soffiano sul terra egiziano. Ambasciatore, ecco, cominciamo da lei. Ci può dire che ruolo può avere la cultura per superare questi venti contrari? وهذا يثبت أن الخريطة الحالية للعالم قد تتغير لدرجة
الأولية قد تكون نتيجة لأسباب سياسية أو اقتصادية أو ثقافية. النقطة الثانية التي أود أن أتطرق إليها هو أن العالم شهد خلال فترة من القرن الرابع عشر حتى منتصف القرن العشرين موجة تعرف أو يطلق عليها علماء العلوم السياسية ما يعرف بصعود الغرب أو the rise of the west. مثلت أوروبا في بداية الأمر مهد الحضارة الحديثة، مهد التطور العلمي والتكنولوجي، مهد التطور الفكري والثقافي. خرجت كافة الأيديولوجيات السياسية والاقتصادية من القارة الأوروبية، بدءا بالديمقراطية، البرلمانية، الثورة الزراعية، الثورة الصناعية، الرأسمالية، الاشتراكية، الشيوعية. لم يخرج من قارة من قارات العالم مثل هذا الكم الهائل من السياسات أو الاستراتيجيات أو الأيديولوجيات السياسية والاقتصادية. ولعبت أوروبا دورا حاسما في الارتقاء بالتراث الإنساني وفي الارتقاء بالثقافة الإنسانية. فأوروبا كانت ولا تزال مهد أهم الأعمال الأدبية والثقافية في العالم. إلا أن الوضع لم يستمر طويلا، وإنما انتقلت مراكز القوة من القارة الأوروبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أوائل القرن التاسع عشر، التي ظهرت خلاله الولايات المتحدة الأمريكية كقوة العظمى الرئيسية في العالم، التي قامت بعد ذلك بتحرير أوروبا من النازية والفاشية. واستقر العالم على هذا النحو، أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب يمتلك قوة هائلة، قوة اقتصادية وعلمية وتكنولوجية. وبدأ العالم يفكر بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أن الغرب كان استقر على هذا النحو، وأن الغرب يمتلك وحده أو يحتكر وحده مفاتيح التطور العلمي والتكنولوجي والاقتصادي. لأن هذا الوضع سرعان ما تغير أيضا، وبدأت موجة جديدة يشهدها العالم فيما يعرف بصعود باقي الدول أو the rise of the rest. وظهرت مجموعة البريكس المتمثلة في البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، وأيضا البرازيل والصين والهند وجنوب أفريقيا، وبدأت مراكز الخلق والإبداع الاقتصادي والعلمي تنتقل تدريجيا من الغرب إلى مراكز أخرى في العالم، إلى مراكز في شرق آسيا، في القارة الأفريقية، في أمريكا اللاتينية، وفي منطقة الشرق الأوسط، وفي منطقة شرق أوروبا. فلم يعد هناك في العالم ما يعرف بالاحتكار الغربي للتقدم. وعلى الرغم من أن انتقال مراكز الإنتاج قد تم بسرعة هائلة، إلا أن هذا لم يصاحبه انتقال لمراكز الثقافة في العالم. فمراكز الثقافة الرئيسية في العالم لا تزال مراكز غربية، في أوروبا، في إيطاليا، في فرنسا، في بريطانيا، في ألمانيا، في الولايات المتحدة الأمريكية. أهم الجامعات العالمية هي جامعات غربية، أهم الأعمال الفنية الحديثة هي أعمال فنية غربية. لم يكن لا يستطيع أحد أن يتحدى أو يقترب من المكانة الثقافية لإيطاليا أو المكانة الثقافية لفرنسا أو للمدارس الفنية الإيطالية أو الفرنسية أو البريطانية أو الهولندية في الرسم والنحو. لا أحد يمكن أن يقترب من المكانة الفنية الثقافية لدور الأوبرا في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية. بمعنى ذلك أن التطور الاقتصادي والتطور العلمي والتكنولوجي الذي تحققه الدول الأخرى غير الغربية لم ينتقل إليها التطور الاقتصادي بالسرعة التي انتقل إليها مراكز الإنتاج الاقتصادي في العالم. النقطة الثالثة، إننا عندما نتحدث عن الثقافة فإننا نتحدث عن شخصية، أو ثقافة الدول فإننا نتحدث عن شخصية الدول. فشخصية الدول تختلف كشخصية الإنسان. قد يكون في أسرة واحدة عدة أطفال، كل واحد منهم له شخصيته من اليوم الأول لولادته. فشخصية الدول هي شخصية نابعة من عوامل كثيرة، من أهمها العامل الثقافي. فإذا نظرنا مثلا إلى طبائع الشعوب، وطبائع الشعوب ليست واحدة، فإننا سنسأل لماذا تتمتع المنتجات الأمريكية بكل هذه الوفرة، والمنتجات اليابانية بكل هذه الروعة، والمنتجات السويسرية بكل هذه الدقة، ولماذا تتمتع المنتجات الألمانية بكل هذه الجودة؟
كل هذا القدر الهائل الذي انعكس ليس فقط على أعمالكم الفنية وإنما أيضا على شخصياتكم الفرحة، على قدرتكم على التواصل مع الشعوب الأخرى. فنحن في مصر على سبيل المثال نستمتع بالاستماع إلى موسيقى أندريا كونشيلي، ولكن نحن لا نتحدث الإيطالي، إنما نرى في الغناء الإيطالي جانب كبير من الشجن والجمال الذي نجعلنا نتفاعل معه دون أن نفهم لغته. روميو أم جولييت، ففيه في مصر هناك من يرغب في أن يكون روميو، وهناك من يتطلع أن تكون جولييت إيطالية. فليكن من الشخصية المحببة الذي انتشرت من خلال منتجاتكم المميزة التي تتميز بالذوق الرفيع، ليس فقط في الأعمال الفنية وإنما في المأكل وفي الملبس، والذي يجعل لديكم سوفت باور أو قوة ناعمة ليست موجودة عند شعوب قد تكون أكبر منكم من حيث التعداد السكاني. وهذا أيضا ينتقل أن هناك تقارب هائل بين الشعب الإيطالي والشعب المصري. فعندما أسير في روما فإنني أشاهد مباني مماثلة التي أجدها في الأسكندرية وفي القاهرة وفي بورسعيد، ولدينا نفس الشخصية التي تتحدث بحرارة، التي لديها عواطف جياشة، التي تتحدث باستخدام يديها، التي القادرة على أن تصنع شيئا مميزا يجعل الشخصية المصرية مختلفة عن شخصيات أخرى. وهذا يرجع إلى تاريخ طويل. فالمصريون القدماء أول من عرفوا التوحيد، وعلى أرض مصر تلقى النبي موسى الوصايا العشر، وقد وضع السيد المسيح ومريم العذراء في مصر المرجع والملاذ، وشيدت مجموعة من الكنائس هي الأقدم في العالم، وهي التي مهدت إلى ظهور الكنيسة القبطية العريقة. ثم عندما دخل الإسلام إلى مصر وجدنا فيه دين التراحم والتكافل واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين البشر، وشيدت بعد ذلك جامع الأزهر أكبر أول جامعة في العالم. فالتاريخ المصري متنوع، التاريخ الفرعوني، التاريخ الروما، التاريخ القبطي، التاريخ الإسلامي، ثم مصر الحديثة، مصر التي تفرض نفسها كمركز من مراكز الإبداع والخلق الثقافي والعلمي، الذي لا تضاهيه مراكز قد تكون في دول بعيدة أو أكثر منا في عدد السكان، وهو يجعل من المجتمع المصري مجتمع دائم الحرارة، دائم التواصل مع جيران، دائم التواصل مع جيران، سواء على مستوى منطقة الشرق الأوسط أو الدول العربية، أو على مستوى القارة الأفريقية، أنا على مستوى الشاطئ الآخر من البحر المتوسط، وهو ما يجعلنا أقرب إليكم من ناحية التبادل الثقافي أو التفاهم الثقافي أكثر من تقاربنا مع دول قد تكون أقرب جغرافيا منا. وفي الواقع الحال عندما أتحدث إلى الثقافة وكدارس الاقتصاد فإنني لا يمكن أن أقفز أن الثقافة أصبحت عامل من عوامل الإنتاج. الثقافة أصبحت عامل من عوامل الإنتاج، فبعد نظريات اقتصادية كانت تضع عوامل الإنتاج في أربعة عوامل رئيسية، هي اليد العاملة والمواد الأولية والأسواق ورأس المال. كانت هذه هي واقع الحال عندما وضع ريكاردو نظريته في أواخر القرن السابع عشر عن أسس التبادل التجاري الدولي، إلا أنه مع بدايات القرن العشرين ظهر عامل جديد هو عامل المعرفة، وأصبح العالم يتحدث الآن على الاقتصاد القائم على المعرفة. فقد انتقل العالم عبر ثلاثة مراحل: الاقتصاد الزراعي الذي يعتبر الأرض أهم عامل من عوامل الإنتاج، إلى الاقتصاد الصناعي الذي يعتبر المواد الأولية أهم عامل من عوامل الإنتاج، إلى الاقتصاد الحديث الذي يعتبر المعرفة أهم عامل من عوامل الإنتاج. والمعرفة هي حصيلة للتعليم، هي حصيلة لعادات وتقاليد، هي حصيلة لطباع الشعوب. وأعتقد أن وجود هذا الصنع المصري الضخم في أوروبا ما هو إلا شاهد صدق على تطلعنا إلى تطوير العلاقات الثقافية مع إيطاليا. وأتمنى خلال فترة عملي في إيطاليا أن ننجح سويا في إقامة عام مصر الثقافي في إيطاليا، على أن ننظره إقامة عام إيطاليا الثقافي في مصر. وأعتقد
نتفاعل أكثر، أن نفتح مجالات كبيرة للتفاعل بين الشعبين المصري والإيطالي، خاصة في مجالات حيوية، في إرساء قواعد لثقافة السلام، نبذ العنف، البعد عن التمييز، احترام تجنب الصدام بين الحضارات. وأعتقد أن كل من مصر وإيطاليا تمتلك من المقومات التي تجعلها أكثر الدول مؤهلة للقيام بهذا الدور. مرة أخرى أشكر الدكتورة جيهان زكي على توجيه الدعوة لي للمشاركة في هذا الحدث، وأشكركم على حسن استماعكم، وأرجو أن أتواصل وأن أستطيع أن أجاوب على الأسئلة التي تفضلون أنها شكرا. يعني لم نتفق على هذا.